طبعا كلمات أمي بعنوان أمي من نعم كلمات الشاعر أحمد بن سالم المقبالي، يا سلام، اللي أوجهها لك التحية حقيقة. استحق. أمي 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 يا نبضي وروحي، ما حد يعوض غلاها. أمي يا نبضي وروحي، ما حد يعوض غلاها. أمي دنياي وكوني، ريحة الخاطر شذاها. السلام. أمي دنياي وكوني، ريحة الخاطر شذاها. أمي كيف أصبر بدونك، وانتي لي دنياي وسماها. أمي كيف أصبر بدونك، وانت لي دنياي وسماها. انت مالي غيرك، والله ان عمري فداك. انت مالي غيرك، والله ان عمري فداك. ربي ادعيك بصلاتي، من عمر عمري عطيها. ربي أدعيك بصلاتي، من عمر عمري عطيها. دون أمي ماني عايش، هي نفس روحي ومناها. سلام سلام. أمي 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 مالي حد سواها. أطال الله في عمرها الوالدة. من دار السويق قد أتيت، ولكم يا أحبابي هلا هلا. تعنيت. وبأحلى القصايد أنا تغنيت، حقيقي لكم يا سامعين الصوت خصيت. من دار السويق أتيت، ولأجلكم يا أحبابي تعنيت. وبأحلى الكلام والقصايد تغنيت، لكم يا سامعين الصوت خصيت. وبأحلى القصايد والأغاني تغنيت، لكم يا أجمل أحبابي تغنيت. حامل شوقي لكم ورجيت، وفيكم شيوخ العلم وخطيت. لكم ود أهلي زفيت، ولكم أخاطر دهور وجيت. ولكم يا أحلى جمعانة تعنيت. يعطيك العافية. طبعا كلمات الشاعر سارة البريكية، تحية للسؤال. تحية طبعا للشاعر. مثل ما ذاب الغرام في آخر الشاه الحزين، وانتهى كل الكلام وابتدى ذاك الحنين. مثل ما ذاب الغرام في آخر الشاه الحزين، وانتهى كل الكلام
وابتدى ذاك الحنين القصايد والحمام والرسايل والسنين والأماني والسهام والمرافي والعرين القصايد والحمام والرسايل والسنين والأماني والسهام والمرافي والعرين لا يغرونك حرام كارهينك كارهين لا يغرونك حرام كارهينك كارهين سيدي يكفي خصام يالله يا ربي معين سيدي يكفي خصام يالله يا رب معين. يا سلام. طبعا هذه نصيحة على شكل نشيد مغناه اللي هو يتكلم عن خل القرآن رفيق دربك. جميل. خله مرافق في طريقك ليهديك درب سليم بالسلامة مكلل من تتبعه فالح وناجح ويحميك دستور من ربك كريم منزل خله مرافق في طريقك ليهديك درب سليم بالسلامة مكلل من تتبعه فالح وناجح ويحميك دستور من ربك كريم منزله من كان بك عله حروفه بتشفيك من تحفظ من الضيق صدرك مغسل من كان بك عله حروفه بتشفيك من تحفظ من الضيق صدرك مغسل حافظ على وردك من الشر ينجيك واللهو ما يفيدك وخله مأجل حافظ على وردك من الشر ينجيك واللهو ما يفيدك وخله مأجل سرع على حفظه وربك بيغنيك خير عظيم وفاز من قد تعجل سرع على حفظه وربك بيغنيك خير عظيم وفاز من قد تعجل خله مرافق في طريقك ليهديك درب سليم بالسلامة مكلل.